عالم دون صحافة أعتقد سيتحول هذا العالم إلى غابة. الصحفيين في اليمن وحول العالم يدفعون ثمن مصداقيتهم، شفافيتهم، حيادهم. وجود يوم عالمي لحرية الصحافة بمثابة تذكير بأن الصحافة يجب أن تكون حرة ومستقلة. هي السلطة الرابعة وهي العين الراصدة لانتهاكات حقوق الإنسان وقضايا العنف الاجتماعي. اليوم العالمي للصحافة هو يومنا الجميع، نحن الصحفيون، ونكون تحت مظلة واحدة وتحت كلمة واحدة وهي نعم حرية الصحافة. هذا العمل يجب أن نقدر أن لو لم تكن هنالك صحافة، لو لم يكن هنالك إعلان، لن يتم إيصال صوت المواطن ومناقشة قضاياه ومناقشة همومه وإيصاله إلى الجهات المختصة في البلد. أثرت الصحافة بشكل كبير في المجتمع، فقد أثرت من الناحية الاقتصادية والسياسية والاجتماعية وعملت على توعية المجتمع بشكل كبير. نقل الصحفي للقضايا والأحداث كما هي دون تحيزات أو توظيف معين يسهم كثيرا في رفع وعي المجتمع. الصحافة تجعل العالم مترابط بعضه البعض شبكة واحدة. أثر عملي كصحفي في مجال الإنساني، أنا كان مسلط الضوء بشكل كبير على القضايا الإنسانية في مدينة التعز. الصحافة ركن من أعظم الأركان التي تشاد عليها دعائم الحضارة والعمران. لا يمكن تخيل العالم بدون صحافة، مهما كان بعض ما اعتراها إلا أنها تظل إحدى القيم النبيلة التي بنت الوعي الإنساني للأفضل. ما كان لكثير من الحريات أن تنال إلا بوجود الدور الفاعل للكلمة التي عبرت كل حد وحاجز، وما كان لكثير من النضج أن يمضي قدما ويثمر إلا في ظل دورها الرائد. نعم لحرية الصحافة في اليمن. 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 نعم لحرية الصحافة. نعم لحرية الصحافة اليمنية. نعم لحرية الصحافة اليمن. معا لحرية الصحافة في اليمن. نعم لحرية الصحافة في اليمن. نعم لحرية الصحافة في اليمن.